كما أكد الرئيس السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بالذكرى السبعين لعيد الشرطة أن رجال الشرطة أثبتوا في معركة الإسماعيلية عام 1952 أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد بل بمدى عقيده الرجال الراسخه داخل نفوسهم. قد اثبت رجال الشرطه المصريه في ذلك اليوم ان الدفاع عن الاوطان ليس مرهونا بامتلاك العده والعتاد، وانما هو مرهون بمدى ايمان وعقيده الرجال الراسخه داخل نفوسهم. شعب مصر العظيم ان الغايه الاسمى للدوله هي المحافظه على بقائها وحفظ الامن والامان لمواطنيها وهذا لن يتاتى دون وجود جهاز شرطه وطني واع ومدرك لطبيعه مهمته